كرة من لوكاس دانيلو، دانيلو عرضية داخل منطقة الجزاء وبعد هدفها دفاع لوكاس يستعيدها مر وركلة جزاء، وركلة جزاء لريال مدريد مع الدقيقة الرابعة. لوكاس ابن النادي الموهوب الذي دائما ما يحاول الاستفادة من أي وقت يحصل عليه أساسيا في تشكيلة مدريد أو عندما يدخل كبديل. لوكاس هنا عدى ومر وبحث عن ركلة جزاء موجودة، نعم لعاقب موجودة من الدفاع، وبعد ذلك حكم المباراة تيرن أمام فرصة هدف أولى في هذه المباراة كريستيانو. عاد ليكم عاد كريستيانو، ريال مدريد. كريستيانو رونالدو من علامة الجزاء يسجل لريال مدريد الهدف الأول المبكر جدا في هذه المباراة. الأجواء ممطرة ممتعة جميلة لمدريد أن يبدأ بهذه الصورة بعد العمل الرائع من لوكاس وكريستيانو بهذه الضربة بهذا الهدف، أيضا رقما جديد لأنه كريستيانو أصبح هداف الليغا، تسع أهدافه في هذا الموسم، وبداية ممتازة بالنسبة لصاروخ ماديرا لريال مدريد لزيدان، وبالتأكيد فإن سعادة كبيرة في المدرجات. لمسة لكريم، بنزيما، عودة لكوفازيتش، بينية، خامس بنزيما، خامس ثنائيات جميلة لناتشو. رونالدو تحرك الآن عرضية باتجاه كريستيانو بالراس، يا ولد يا رونالدو، عودة كبيرة يا كريستيانو، أجمل راسية من رونالدو، قلت أن في أفضل حالاته، وإذا كان صاروخ ماديرا في أفضل حالاته الخصم يكون مثيرا للشفقة، نعم مثيرا للشفقة. هدف ثاني لكريستيانو، ثنائية لرونالدو في 18 دقيقة، أجمل عرضية من جانب ناتشو، انتظرها رونالدو بالراس، يا ولد يا ولد، هدف ثاني لرونالدو في مباراة اليوم. كريستيانو في أفضل أحواله، سي آر 0 قبل الكلاسيكو، يستعيد الكثير من مستوياته، ويجعلنا ننتظر بعد ذلك صراعا كبيرا جدا ضد ليونيل في الكلاسيكو. رونالدو هدف ثاني لريال مدريد، عودة مرة أخرى للكبير رونالدو. 2-0 أفضلية مدريدية واضحة في الدقائق